تحياتي من جديد مشاهدينا الكرام، يسعدني ان ارحب بضيفي الكريم في الاستوديو الدكتور ابراهيم احمد ابراهيم، رئيس قسم القانون الدولي بجامعه عين شمس. سابقا اهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا. ابدا بمحاوله افهام المشاهد الكريم، في اي سياق تمت هذه المرافعه من قبل جمهوريه مصر العربيه؟ هذه المرافعه تمت في اطار ما تقدمت به فلسطين منذ عامين الى الجمعيه العامه للامم المتحده لتوثيق الاعتداءات الاسرائيليه على الشعب الفلسطيني. وبناء على هذا الطلب قامت الجمعيه العامه للامم المتحده بمخاطبه محكمه العدل الدوليه لاعداد فتوى قانونيه بخصوص وضع إسرائيل وممارستها تجاه الشعب الفلسطيني. بناء على ذلك بدأت المحكمة، هذا الطلب أرسل في يناير 2023، بدأت المحكمة العمل فيه منذ فبراير 2023، يعني منذ سنة كامل. بدأت تتخذ الإجراءات، محكمة العدل الدولية لديها إجراءات تتبعها، فقامت باتخاذها وبدأت في الاستماع إلى شهادات الدول. الدول التي يتم الحصول على شهادات منها 57 دولة، مصر من بين هذه الدول. وبناء على ذلك الاختيار على أساس إيه؟ نعم، الاختيار لهذه الدول على أي أساس؟ الدول التي تقدمت باستعدادها، يعني بموافقتها على الإدلاء برأيها في هذا الأمر أو شهادتها وتوثيق ما قامت به من حصر للاعتداءات. لأن الإعلام في مختلف دول العالم يقوم بمتابعة ما يجري في فلسطين والاعتداءات المستمرة، يعني ليس يعني الدولة هي اللي بترغب في المشاركة في هذه المحكمة. نعم، فتقدمت مصر بمذكرتين في يوليو 23 وفي أكتوبر 23. كل هذا كان تقريبا قبل أكتوبر، قبل طوفان الأقصى. واستمرت الإجراءات مع حدوث طوفان الأقصى والاعتداءات الإسرائيلية التي استمرت منذ 7 أكتوبر حتى اليوم. مذكرة مصر كانت في هذا الشأن عبارة عن يعني توثيق قانوني ومستندات مؤيدة ل من عام 67 منذ عام 67 وأيضا منذ الاحتلال الإسرائيلي سنة 48. كل ما تعرضت له فلسطين من ممارسات إسرائيلية همجية ومخالفة لأحكام القانون الدولي تم توثيق هذا على مدى هذا التاريخ، وتم تقديم مذكرتين على هذا الأساس، وكانت مرافعة الأمس تأكيدا لما قدمت به مصر في هذا الشأن. أهم النقاط اللي حضرتك توقفت عندها قانونا، لأنه من قامت بإدلاء بهذه المرافعة هي تخصصها قانوني في المقام الأول، هي المستشارة القانونية لوزير الخارجية أو لوزارة الخارجية بشكل عام. يعني أهمية استخدام الشق القانوني في هذه المرافعة لماذا؟ لأنه هي طبعا المطلوب من محكمة العدل الدولية تقديم فتوى قانونية. ميثاق الأمم المتحدة يقرر أنه يجوز للجمعية العامة للأمم المتحدة أو لمجلس الأمن أن يخاطب محكمة العدل الدولية، لأن محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الخاص بالأمم المتحدة، هو أعلى جهاز قضائي في العالم. وبالتالي فوفقا للمادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة يحق للجمعية العامة للأمم المتحدة أن تطلب من محكمة العدل الدولية تقديم فتوى قانونية في أي مسألة. هذا هو أساس الاختصاص. بناء على ذلك فإنه محكمة العدل الدولية تلتزم بتقديم فتوى قانونية. عشان كده ده إجابة على سؤال حضرتك، ليه القانون؟ هنا القانون مهم. ليه قانون متخصصة في القانون هي من قامت محكمة العدل الدولية هي محكمة تطبق القانون، تطبق القانون الدولي، سواء العرف الدولي أو المعاهدات الدولية أو العادات الدولية أو السوابق القضائية أو آراء الفقهاء القانون الدولي. فكل هذه هي مصادر القانون الدولي بتستند إليها المحكمة أو بترجع إليها لكي تقدم الفتوى المطلوبة منها. تمام.
هل الشهادات اللي بتقدم من قبل الدول بشكل عام بعيدا عن مصر، يعني هو في كتير دول اتكلمت او في دول عربيه اتكلمت بشكل مختصر في من قدم المرافعات وما الى ذلك، هل بيتم تقديمها بادله وبراهين ام مجرد السرد؟ لا يا فندم، بتكون في مستندات. المستندات عباره عن براهين وادله ومستندات تثبت ما تقدمه الدوله من كلام او من اطروحات، من مداخله. هي الدوله لا تكتفي بتقديم مذكره مكتوبه ولكن تدعمها بالمستندات المؤيده لهذا، بما في ذلك الصور والفيديوهات التي اخذت في فلسطين. طبعا الفتره الحاليه اللي هي من 7 اكتوبر حتى الان، من السهل جدا تجميع وثائق تدين اسرائيل ادانه دامغه. فمن هنا ياتي، ولكن حتى هذا لم يتم، يعني حتى في ما تقدمت به جنوب افريقيا يعني كان ما خرجت به المحكمه يعني ليس اللي حصل في موضوع جنوب افريقيا مختلف. ليه؟ لانه كان يتعلق بشقين، الدعوه تشتمل على شقين، شق مستعجل طلب عاجل وشق فصل في الموضوع. المحكمه لم تفصل في الموضوع بعد، المحكمه اقتصرت على طلب اتخاذ اجراءات تحفظيه او وقتيه لاثبات الجانب الموضوعي. قبل ان تنتقل الى الجانب الموضوعي بتحتاج الى اتخاذ اجراءات، عشان كده كانت الاجراءات اللي هي طلبتها وطلبت في خلال شهر تقديم ما قامت به اسرائيل لمنع جرائم الاباده الجماعيه. كل هذا كان تطبيقا لاتفاقيه 1948 الخاصه بالامم المتحده المتعلقه بالاباده الجماعيه، واسرائيل كانت طرف في هذه الاتفاقيه. بناء على هذا انعقد الاختصاص لمحكمه العدل الدوليه بتصدي لهذا الموضوع. نرجع بقى للفتوى بتاعتنا. هي المذكرة المصرية كان لازم تشتمل على مسائل قانونية، كان أهمها مسألة الاختصاص، عقد الاختصاص لمحكمة العدل الدولي. محكمة العدل الدولية أساسا بتختص بشرط موافقة الدولتين اللي بيتنازعوا في الموضوع، يعني إذا رفض طرف لا تعقد. بالظبط، بيختفي الاختصاص. بالظبط. طيب ما اللي حصل في قضية جنوب أفريقيا إيه؟ اللي حصل في جنوب أفريقيا إن ده كان حالة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية، اللي هي بتقول لو حصل نزاع بشأن الاتفاقية لازم الدول ترجع إلى، وهي إسرائيل وقع عليه، وبالتالي إسرائيل كانت مجبرة على المثول أمام محكمة العدل الدولية في هذا. طيب بالنسبة لموضوعنا، موضوعنا ليس نزاع مطروح ولكنه طلب فإفتاء قانوني، وبالتالي فالمحكمة تختص بهذا، تختص وفقا للمادة 96. لا تحتاج لموافقة الدولة الأخرى؟ لا، ده مش الموضوع، مش ده ده هي بتلبي طلب الجمعية العامة. يعني محكمة العدل الدولية هنا هي لا تفصل في نزاع، وإنما هي تقدم استشارة قانونية أو فتوى قانونية للجمعية العامة للأمم المتحدة بناء على طلب هذه الجمعية. طيب تقييم حضرتك للمذكرة المصرية التي قدمت؟ الحقيقه ان المذكره اشتملت على نقاط هامه جدا وعناصر اساسيه. يعني هي اهم حاجه مساله الاختصاص، اثبات ان محكمه العدل الدوليه مختصه، لان دايما اسرائيل بتنازع في مسائل اوليه واساسيه، مسائل اجرائيه مفروغ منها ومسائل اجرائيه، فاهمها الاختصاص. فاحنا لازم نحسم مساله الاختصاص ونقول يا جماعه محكمه العدل الدوليه مختصه بهذا وفقا للماده 96 من ميثاق الامم المتحده، ووفقا للماده 36 من النظام الاساسي لمحكمه العدل الدوليه، اللي هو بيقول ايه؟ اللي هو بيقول ان المحكمه من ضمن ان هي بتختص بيه الافتاء في اي مشكله قانونيه، التعرض لاي مساله تتعلق باخلال دوله من الدول بالتزاماتها القانونيه في القانون الدولي. فهنا واضح ان في اخلال من جانب اسرائيل، فهي بتختص على هذا الاساس. ايضا تختص بتفسير المعاهدات الدوليه. هنا في معاهدات كثيره، اول معاهدات جنيف الاربعه، اهمها الاتفاقيه الرابعه، اتفاقيه جنيف الرابعه، وايضا اتفاقيه الاباده الجماعيه لسنه 48. فهنا الاختصاص منعقد لمحكمه العدل الدوليه، سواء وفقا للماده 96 من ميثاق الامم المتحده او وفقا للماده 36 من النظام الاساسي لمحكمه العدل الدوليه. ادي النقطه الاساسيه اللي احنا يجب ان نحسمها في هذا الشان، واعتقد ان المذكره تعرضت لها.
النقطة الثانية اللي كان لازم أيضا نتعرض لها، وأعتقد أيضا المذكرة تضمنت تفاصيل بشأنها، هي مسألة الحق في الدفاع عن النفس. ما هو أساس حق دولة في أن تدافع عن نفسها؟ ما حدود هذا الحق؟ وهل هو ثابت لإسرائيل ولا لا؟ وهل هو ثابت لفلسطين ولا لا؟ الذريعة الأساسية اللي بتتخذها إسرائيل في هذه اللحظة. بالضبط، كل كلام الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل يقوم على أساس أن هذا حق في الدفاع عن النفس. هذا كلام غير صحيح على وجه الإطلاق، جملة وتفصيلا. قانونا دولي في القانون الدولي في عرفة، جملة وتفصيلا. ميثاق الأمم المتحدة حينما أشار إلى أنه ليس في هذا الميثاق ما يحول دون قيام دولة بالدفاع عن نفسها في مواجهة اعتداء حال تتعرض له من دولة أجنبية. فين بقى الاعتداء الحال؟ وفين هي الدولة الأجنبية؟ وهل هو بلا حدود؟ فلسطين مش دولة أجنبية. وهل هو بلا حدود؟ يعني تطلق يدها تماما؟ لا طبعا. هو يعني ايه هو انه حال؟ هجوم حال. انا دلوقتي دولة قاعدة كده بصيت لقيت ان في دولة تانية بتعتدي علي. انا دلوقتي في الوقت ده حال، يعني دلوقتي اقدر ادافع عن نفسي في الاعتداء ده، يعني يوم 7 اكتوبر. لو كان لاسرائيل حق في الدفاع عن النفس فده كان موجود يوم 7 اكتوبر، مش يوم 8 اكتوبر. يوم 8 اكتوبر خلاص فلسطين، مش حماس خرجت. حماس دخلوا يوم 7 اكتوبر وخدوا رهائن وخدوا ناس وخدوا حاجات. ولكن هل في القانون الدولي ما يطلق يد الدولة ما في التعامل بكل هذا القدر المرعب من العنف، يعني تحت الشعار الخاص بحق الدفاع عن النفس؟ اذا سلمنا بانه هناك حق للدفاع عن النفس، هل هو مطلق بلا حدود؟ لا. في تعريفا دوليا لا طبعا. حدود الدفاع عن النفس هو ايه؟ هو منع الاعتداء الذي تتعرض له الدولة. يعني اسرائيل بتتعرض لدولة، امتى تدافع عن نفسها؟ عشان تمنع الناس ان هم يهجموا عليها. طيب تمنعهم في وقت ما هم بيعتدوا عليها، لكن مش فوريفر، ومش بقتل ناس اخرين. يعني ما ينفعش تيجي اسرائيل تقول اصل في ناس مسلحين في حماس. طب ما فلسطين تقدر تقول طب ما هو اصل في ناس مسلحين في الجيش الاسرائيلي، يبقى نقتل كل المسلحين اللي في الجيش الاسرائيلي علشان فلسطين تدافع عن نفسها، خصوصا ان الشعب الفلسطيني شعب اعزل. يعني ايه شعب اعزل؟ يعني ناس مدنيين، اطفال ونساء ورجال عايشين في مساكن. هم دول ايه؟ في قوه بتحميهم؟ مفيش قوه بتحميهم. السماء بتاعتهم مفتوحه، طيارات اسرائيل تدخل وتضرب، بتقتل اطفال وتقتل نساء وتهدم بيوت وتستولي على ممتلكات الناس وتدمرها. يبقى اذا اللي بيحصل هنا ايه؟ ليس دفاع عن النفس ابدا. دفاع عن النفس ان انا امنع هجوم واحد جاي يقتلني فانا بضربه او بقتله اللي هو جاي يقتلني. تمام. قانون في القانون الدولي، ما هو تعريف كلمه الاباده الجماعيه؟ الاباده الجماعيه لها عده حالات حددتها الاتفاقيه. اول حاله اني اقتل مجموعة من افراد في دولة معينة. على اساس ما؟ عرقي، لون، جنس، اي شيء. مجموعة على يعني مجموعة مش بلا فرد. مش فرد او فردين او 10، لا مجموعة كبيرة من الافراد. او ان انا اصيبهم اصابات خطيرة سواء مادية او حتى نفسية. ثالث حاجة ان انا اعرض حياتهم للخطر، او اني اهدد بابادتهم او بقتلهم. طب يعني كله هي دي الاباده. طب اذا كان كل اسرائيل عملت كل الحاجات دي بشكل واضح المعاني، بشكل مؤكد ومثبت بكل شيء، ومتصور فيديوهات كامله بهذا القتل وهذا الاعتداء العشوائي على جماعات كبيره من الاشخاص. لما نوصل الى 30,000 النهارده قتيل حتى اليوم، احب اتكلم اكتر من 20,000 منهم اطفال ونساء. بالظبط كده. بالاضافه ناهيك عن من هم تحت الانقاض، بالاضافه الى من دفنوا تحت الانقاض، بالاضافه الى المصابين ممكن يكونوا 70,000 بالفعل. طيب يبقى اذا احنا هنا في مواجهه اباده جماعيه ثابته
ثبوت اليقين، ولا يمكن ان نسمي هذا الدفاع عن النفس ابدا. واذا كنا نتكلم عن دفاع عن النفس لاسرائيل يبقى من باب اولى نقول دفاع عن النفس للفلسطينيين، لان الفلسطينيين ده شعب اعزل ليس مسلحا. هل نحن امام يعني محك كبير بالنسبة للمؤسسات الدولية والقانون الدولي وجدواه وجدوى كل هذه المؤسسات في هذه المشكلة الكبيرة، أنه لا يوجد دولة قادرة على إيقاف إسرائيل؟ الفيتو الأمريكي اللي البعض بيطالب بإلغائه من التعامل مع مجلس الأمن اللي هم الخمسة الأعضاء الدائمين، هل من وجهة نظر حضرتك أنه سيكون هناك تغيير ما في المنظمات الدولية أو في شكل التعامل الدولي بعد هذا الفشل الزريع؟ الجميع وضع أمام الحقيقة، هي أن إسرائيل فوق كل ده. الحقيقة أنه الملوم أكثر من إسرائيل هو الحكومة الأمريكية، لأن الحكومة الأمريكية مش الشعب الأمريكي، الشعب الأمريكي نفسه معترض على هذا، ولكن الإدارة الأمريكية تقوم بمساندة إسرائيل بشكل مطلق وبدون حدود وبدون أي ضوابط ولا أي قيود. وحتى لما بيجي بايدن يقول رأي أو بلينكن يقول لا يا جماعة ده لازم تدخلوا مساعدات إنسانية، طب فين؟ ما هم إسرائيل بتمنع المساعدات أصلا من الدخول. يبقى ده إيه؟ ده يعتبر تجويع للشعب، حصار اقتصاد، حصار مفروض عليها، ما يقدروش يروحوا يجيبوا اكل، لو خرجوا في ناس بيروحوا يجيبوا ميه بيتقتلوا وهم رايحين يجيبوا الميه لاولادهم. فيبقى اذا هنا ما ينفعش ان احنا نتكلم ابدا عن حق في الدفاع عن النفس، ولا انه ان احنا نأيد اسرائيل تأييد مطلق في هذه الجرائم الوحشيه، والا تبقى الولايات المتحده مدانه في هذه القضيه باعتبارها شريك لاسرائيل، باعتبارها بتمدها بالسلاح وبتحميها عسكريا وبتحميها ماديا بمساعدات ماديه، وايضا بتحميها قانونيا بالاعتراض الفيتو الذي هو حق يراد به باطل. هذا الحق حصلت عليه الولايات المتحده الامريكيه مع اربع دول اخرى اللي هي الدول الدائمه العضويه في مجلس الامن في ظروف تاريخيه معينه اللي هي بعد الحرب العالميه الثانيه. هل بتعتقد انه في تغيير ما سيحدث؟ لانه هناك اصوات تعالب بانه يعني لا يمكن ان يستمر النظام أنتج بعد الحرب العالمية الثانية أن يحكم العالم في هذا العصر بنفس الطريقة، ولا هي نفس الدول الكبرى؟ عندنا مشكلة أساسية وعندنا طريقة وحيدة لحلها. المشكلة الأساسية هي أنه إجراء أي تعديل في هذا النظام القانوني الدولي يحتاج لموافقة مجلس الأمن. فهي هي. يبقى اذا انا كاني بقول للولايات المتحده الامريكيه والنبي عدل لنا القانون ده وتنازلي عن حقك في الفيتو. ازاي هي هتعمل كده؟ هم بيبلطجوا على العالم كله بالفيتو ده. يبقى ازاي هيجوا هيسلموه كده؟ انا كنت معاكي سلاح وماشيه ترهبي العالم بيه وانا بقول لك اديني بقى السلاح ده. اتفضل فندم السلاح. يعني الاصلاح منوط بيها الموافقه من مجلس الامن؟ بالظبط، اصل انا هعدل الميثاق ازاي؟ ازاي اعدل ميثاق الامم المتحده؟ الا بموافقه مجلس الامن وموافقه الخمس دول الاعضاء الدائمه العضويه. فاذا يبقى احنا ايه، رجع ادينا الحق في التعديل للدوله المعتاديه اللي هي بتسيء استخدام هذا الحق. طب ايه الحل؟ انا بقول لحضرتك ان في مشكله وان في حل. الحل الوحيد هو الانسحاب من الامم المتحده. ايه اللي حصل قبل نشاه الامم المتحده؟ عصبه الامم، كان في عصبه الامم. عصبه الامم راحت فين؟ انحلت. طيب كل الدول انسحبت من عصبة الأمم، أصبحت عصبة الأمم دي انهارت. أنا أقدر أعمل كده في الأمم المتحدة. لو الدول دلوقتي الدول شايفة إن إسرائيل بتعربد والولايات المتحدة البلطجي اللي هو بيحميها. يبقى إذا أنا علشان أمنع كل هذا الإجرام ننسحب كلنا من الأمم المتحدة. لو فضلت أمريكا وإسرائيل في الأمم المتحدة هتبقى الأمم المتحدة دي مالهاش قيمة. بهذه المحكمة يعني ملزم بشكل عام؟ محكمة العدل أو الجنائية الدولية أو أي من هذه هو غير ملزم؟ هو الحكم بيكون ملزم، لكن ده مش حكم. يعني لو صدر حكم فيه هو رأي قانوني في قضية القضية اللي رفعها جنوب أفريقيا هيبقى حكم ملزم، لكن هنا دي استشارة فتوى افتاء. يعني حضرتك أنا بقول لك أنا خبير قانوني أو مستشار قانوني،
انت حضرتك بتيجي دي تساليني تنفع ولا لا ايه رايك في الموضوع ده؟ بقول لك رايي كذا كذا كذا، ده هو اللي هتعمله محكمه القضاء الدولي. هل ده ملزم؟ ملزم لمين؟ لا، هو بس هيستخدم كوسيله لادانه اسرائيل. علشان كده احنا بنقول ان من المهم جدا ان مصر وبقيه الدول العربيه يركزوا في قضيه جنوب افريقيا معاها، ينضموا لها. ليه مصر ما بتنضمش؟ ليه الدول العربيه ما بتنضمش؟ ليه كل الدول الرافضه للسياسه الامريكيه ما بتنضمش لجنوب افريقيا؟ الحقيقه ان المسار الحقيقي الذي يجب ان نسير كلنا فيه هو مسار جنوب افريقيا، لانه سيصدر حكم، ولما تكون في دول كتير منضمه لجنوب افريقيا ده هيكون له تاثير اكبر بكتير في اصدار حكم لصالح فلسطين واحقاقا للحق في مواجهه الظلم والاجرام الاسرائيلي. انا بشكر حضرتك شكر جزيل على التواجد وعلى هذه المعلومات الثريه، يعني شكرا ليك يا دكتور على هذه التوضيحات. دكتور ابراهيم احمد ابراهيم رئيس قسم القانون الدولي بجامعه عين شمس سابقا، شكرا ليك شكرا جزيلا. شكرا موصول لحضراتكم ايضا مشاهدينا الكرام، هذه الحلقه انتهت، الى اللقاء.